رتبة نقولها بحسرة كبيرة، يعني للأسف عشر سنوات انقطاع تام للتيار الكهربائي، يعتمدون على كل يومين ثلاثة أيام ينطوهم أربع ساعات وثلاث ساعات التيار الكهربائي لمنطقة ومنطقة. فلله الحمد لله والشكر بدأت تتحلحل الأزمة، تم توقيع العقد مع الجانب الأردني بتجهيز الرتبة بأربعين ميجا. طبعا كان الفضل الأول والأخير والأساسي لدولة رئيس الوزراء لمتابعة هذا المشروع ومتابعته، وكذلك السيد معالي وزير الكهرباء متفضلين، لكن اليوم هم احنا نناشدهم من خلالكم بالإسراع بتشغيل الخط. طبعا كان من المؤمل انه البارحة انه يكون التشغيل يوم الخميس، ومنتظرين الكهرباء ومنتظرين البشارة من معالي وزير الكهرباء بانطلاق التشغيل، لكن للأسف تم التأجيل لأسباب بسيطة يمكن أتوقعها جدا بسيطة. فمناشدة إلى دولة رئيس الوزراء المحترم أنه يكون إن شاء الله هالأيام القليلة تشغل إن شاء الله. يعني هي نشكر جميع الجهود حاجة طبعا لا ننسى فضل نعم بس قبل خلينا رئيس الوزراء أخي وحبيبي الدكتور مصطفى الكبيسي بإيصال صوتنا والإسراع بإجراء هذه المهام للعقد ومتابعة العقد مع السيد معالي وزير الكهرباء الأستاذ زياد وجميع الجهات، بل حتى وصل الأمر إلى السلطات الأردنية وكذلك الحمد لله والشكر بدأت هسه اليوم إن شاء الله خلي يصبرون هن يومين أو مو أكثر إن شاء الله بجهود دولة رئيس الوزراء إن شاء الله تشغل. أنا حتى هذا بالنسبة للكهرباء. إحنا لا خلينا بالكهرباء. رئيس الوزراء إيش مطلوب من الأخ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شاع السوداني، هو الآن يسمعنا وهو متابع للبرنامج، لما أضيف لك من الشعبية إيش مطلوب من الأخ السوداني، وجه له رسالة مباشرة. أخونا وأخونا ودولته نطالبة إن شاء الله بتشغيل الكهرباء خلال ال 24 ساعة القادمة إن شاء الله، لأنه الأمر جاهز. كان من المؤمل أنه البارحة تشغل الكهرباء، لكن بعض الأمور الفنية البسيطة دولته يتجاوزها بحكمته وعقليته النيرة إن شاء الله. وزير الكهرباء مطلوب منه شيء؟ متعاون جدا أخونا أستاذ زياد متفضل على هذه المدينة وعلى كل الأنبار بتعاونه وجهوده مع الجميع إن شاء الله.